اوه نو بليز بليز، لا اصدق اخواني انه فعلا هذه اللعبه قد طرحت. صدقوني انا متحمس بشكل كبير جدا. اولا ارجو ان تقوموا باضافه اسمي هنا في هذه الخانه. شاهدوا الطريقه كيف تقومون باضافه اي صديق لديكم. هذا من اجل ان اقوم بانشاء فيديوهات مع اشخاص عرب. اكيد سوف تأتي معكم بهذا الشكل أندربيت 18، فقط أرسلوا لي الطلب وسوف أقبل كل الطلبات، يعني حتى وإن كانت غير محدودة في هذه اللعبة فأكيد سوف أقبلها كلها. أيضا الجميل في الأمر إخواني أنه يمكنك اللعب سواء سولو ديو سكواد فاير تيم، يعني متعة لا مثيل لها إخواني. نفس الشركة المنشئة للعبة روس أوف سيرفيفال قد قامت بطرح هذه النسخة المفاجئة الشبيهة بشكل كبير جدا إلى لعبة فورتنايت. أوكي، هذا شخص قد قام بإرسال دعوة لي كما تشاهدون حاليا هنا بالنسبة للديو. المهم إخواني سوف أشرح لكم كل شيء في هذا الجيم بلاي. وحصلت المرتبة الثالثة إخواني، سوف تشاهدون يعني متعة لا مثيل لها. صدقوني أنا جد جد فرحان بهذه اللعبة، والله متعة متعة. يعني كنت أنتظر في فورتنايت ولكن يعني كان من باب الصدفة أنه فورتنايت سوف تكون لأجهزة الآيفون أولا. أيضا شاهدوا إخواني حاليا فاير تيم وهناك أشخاص عرب، لكن أني للأسف لعبت مود سولو وسوف تشاهدون الشرح في بداية هذا الجيم، فتابعوا معي. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية إخواني. اليوم سوف أشرح لكم أيضا بالتفصيل كل شيء عن هذه اللعبة التي يعني لست أدري كيف أصفها، ولكن صراحة ممتعة ورائعة جدا. يعني نفس الشركة كما أخبرتكم المنتجة للعبة روس أوف سيرفايفل هي التي قامت بطرح هذه النسخة، ولكن الشيء الغريب في الأمر أنه هذه النسخة كانت مفاجئة. يعني حاليا هي بنسخة البيتا، يعني حتى نكون في الصورة إخواني، لأنه لازالت قيد التطوير. ولكن صدقوني لما شاهدت الجرافيك الخاص باللعبة وجربت اللعبة من ناحية التحكم من ناحية الحساسية كل شيء والله رهيب جدا، وسوف تشاهدون كل شيء في هذا الجيم بلاي. إذا أولا لما تدخلون تختارون الشخصية التي تودون اللعب بها سواء بنت أو رجل كالعادة، الفتاة تختار فتاة والرجل يختار رجل، والشخصية يعني التي تريدها. أوكي سوف نختار نحن هذه الشخصية، ثم هنا نقوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بنا يعني كتعريف شخصي للعب الخاص بك. وأكيد نحن نفس الشيء كما نقوم في نفس الخطوات التي نقوم بها كالعادة، أندرويد 18 وهو اسم القناة كرييت، ثم تقوم بإعطاء الصلاحيات لهذه اللعبة. شاهدوا معي إخواني يعني جرافيك رهيب جدا جدا جدا، لم أتصور. يعني لست أدري حاليا يمكنني مقارنة هذه اللعبة في حال يعني تحميلي لنسخة فورتنايت، ولكن أنا جهازي كما يعلم الجميع هو حاليا جهاز أندرويد، فلهذا يعني ممكن جدا أني سوف أقتني وأقوم بشراء هاتف آيفون أيضا. هذا يعني حتى أقوم بتحميل سواء الألعاب كانت المرخصة للآيفون أو للأندرويد. هذا تكسير الخشب بالنسبة للأشخاص الذين يلعبون لعبة فورتنايت، فأكيد أنه المبدأ هو نفسه وهي نفس الخطوات التي يقومون بها في تلك اللعبة. أما من لا يعرف ولم يسبق له أن حمل ولعب لعبة فورتنايت، فبتكسيرك لهذا الخشب والأشجار فإنك سوف تقوم بتخزينه من أجل بناء جسر أو أي شيء منيع في الأخير. شاهدوا معي، شاهدوا الحركات التي يقوم بها، يعني حتى أنه أيضا يقوم بالرقص إخواني. نفس مضمون لعبة فورتنايت هو حاليا في هذه اللعبة. يعني صدقوني أنا حقا منبهر من الجرافيك الخاص بهذه اللعبة. هو لا شك لدي في لأن الشركة المنتجة والمطورة لهذه اللعبة يعني معروف عليها أنها تقوم بإنشاء ونشر ألعاب يعني لا مثيل لها من ناحية الجودة ومن ناحية كل شيء. شاهدوا معي، يعني
صراحة أنا شخصيا، هذا رأيي الشخصي، يعني لا فورت لا ببجي موبايل حاليا ولا رولز اوف سرفايفل. يعني ممكن رولز، شاهدوا معي كارثة إخواني حاليا، يقوم بالرقص والله يعني متعة لا مثيل لها. كما أخبرتكم قد نالت إعجابي بشكل كبير جدا، وكما أخبرتكم أتمنى أن تقوموا بتحميلها. أيضا إخواني سوف أجعل لكم رابط التحميل الموجود على متجر جوجل بلاي. بالنسبة لنظام الآيفون حاليا إخواني هي غير متوفرة بالنسبة لنظام الآيفون، ولكن في حال إصدار النسخة الخاصة أيضا بنظام الآيفون فسوف أجعل لكم الرابط أسفل هذا الفيديو. وأكيد أني سوف أقوم ب جيم بلاي آخر يخص هذه النسخة، سواء كان سكواد أو فاير تيم أو ديو. مع أتمنى فقط أن تقوموا بإرسال طلباتكم إلي حتى أقوم بقبولها، ونجري أيضا فيديوهات عن هذه اللعبة حتى أقوم بنشرها على القناة. أيضا هذه الصناديق سوف تجدون بها أسلحة يمكن أن تكون مميزة، هذا فأطلب منكم أن تبحثوا عنها. شاهدوا الـ RPG أيضا متوفرة هنا، يعني والله لعبة ممتعة جدا 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 إخواني. شاهدوا أيضا بالنسبة لهذه الجودة، سوف تشاهدون أنني قمت بالتعديل عليها و يعني فعلت أعلى إعدادات هذه اللعبة. سوف تشاهدون جودة يعني كارثية، يعني جودة رهيبة جدا وعالية جدا لما أقوم بالتعديل عليها. أيضا إخواني يمكنك التواصل مع أصدقائك أثناء اللعب بنفس مضمون ألعاب باتل جراوند موبايل، هي نفس المضمون. أوكي حاليا كما تشاهدون هذه هي الواجهة، حاليا مود سولو ثم بلاي. المهم إخواني قبل أن أترككم مع الجيم بلاي الخاص بهذه اللعبة، يجب أن أذكر أمر مهم جدا. كما أخبرتكم روابط التحميل سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو. بالنسبة لمن لم يجد هذه اللعبة متاحة على متجر جوجل بلاي الخاص بدولته، فسوف أجعل لكم أيضا رابط خارجي من أجل التحميل، ولكن يجب أن تشاهدوا طريقة التحميل من يعني لما تكون اللعبة بتلك الصيغة، بصيغة الـ XAPK، لأني سبق وشرحت طريقة تحميل الألعاب التي تأتي بتلك الصيغة، يعني حتى تقومون بتثبيتها بدون أي مشاكل. وأكيد في الفيديو القادم إخواني، لأنه لم يكن لدي وقت حتى أقوم بنشر هذه اللعبة، سوف أرفع لكم ملف تحميل هذه اللعبة على الميديا فاير أو على الميجا، يعني حتى أسهل الطريق على الجميع. المهم إخواني أتمنى ألا تبخلوا علي بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد الفيديوهات. أما الآن فسوف أترككم مع بقية هذا الجيم، ففرجة ممتعة إخواني. كما أخبرتكم حصلت المرتبة الثالثة، يعني فقط للأسف لم، لأنه كان أول جيم بلاي وأردت أن نشر مباشرة، هنا قد قمت بالتعديل على الجودة كما أخبرتكم، لذلك إخواني لم أستطع إعادة جيم بلاي آخر، ولهذا أكيد أتمنى أن يكون معكم حتى أنشره مع الجميع ويستفيد الجميع ونستمتع كلنا بهذه اللعبة. أما الآن فدمتم في رعاية الله وحفظه، وفرجة ممتعة إخواني. وكما أخبرتكم لا تنسوا مشاركة الفيديو إن أعجبكم هذا الجيم أو هذا الشهر. فإلى اللقاء.
coming. Thank you.
stop is coming.